وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون حركت قياداتها العليا العسكرية بل جنرالات الحرب الخاصة بها إلى منطقة الشرق الأوسط من أجل تحضير المنطقة بأنها وسيكون هنالك عمل عسكري لتدمير المفاعلات النووية الإيرانية. هذا الأمر أصبح واقعا الآن مع وصول هذا الرجل بشكل مفاجئ وهو الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية إلى الشرق الأوسط. فجأة ظهر الجمعة الماضية في إسرائيل بهذا الشكل ومع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي أيضا، وبعدها يوم السبت في زيارة مفاجئة كما وصفتها طبعا المونيتر لأنها غير معلنة، وتواجد إلى شرق نهر الفرات في سوريا إلى شمال سوريا في مواقع التحالف الدولي في زيارة أيضا لم يفهم أحد الكثير من مغزاها، ولكنها أصبحت الأمور واضحة تماما مع بدء لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي بزيارة أيضا إلى الشرق الأوسط. ووزارة الدفاع الأمريكية بشكل رسمي حددت هذه الزيارات التي سيقوم بها وإلى أي بلدان وإلى أي دول، وهو الآن في المملكة الأردنية الهاشمية، متوجه أيضا لجمهورية مصر العربية وكذلك بعد ذلك إلى إسرائيل. وهذه التحركات جنرال مارك ميلي ولويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، كل زياراتهم الآن تأتي متزامنة وبعدما أعلنت The Intercept وكشفت بأن البنتاغون قام بعملية تفعيل خطة الطوارئ لدخول الولايات المتحدة الأمريكية في حرب مع إيران، وجزء من هذه الخطة هي تأتي لدعم جهود إسرائيل العسكرية لتوجيه ضربة لإيران طبعا. وهذا كله طبعا تم بعد التطورات التي رأيناها وتأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة أن إيران قامت في نقطة معينة بالتخصيب إلى نسبة 83.7% على مسافة 6.3% فقط للوصول إلى نسبة 90%، والتي تعتبر تخصيبا عسكريا للوصول للقنبلة النووية. لويد أوستن طبعا بزيارته وزير الدفاع الأمريكي كانت هنالك تفاصيل مهمة قد صدرت الجمعة الماضية قبل البدء بزيارته إلى الشرق الأوسط من مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية في مؤتمر صحفي، وأيضا المونيتر اتفقت مع هذه التفاصيل بأن وزارة الدفاع الأمريكية الآن بدأت تؤمن الخيار العسكري لضمان أن هنالك خيارا عسكريا لتوجيه ضربة لإيران. ويجب أن ننتبه هنا بأن العمل يأتي في وزارة الدفاع الأمريكية وليست في وزارة أخرى طبعا، وهذا يعني بأنهم سيوفرون خيارين للرئيس الأمريكي جو بايدن. وزارة الدفاع أصبحت جاهزة لتوجيه هذه الضربة من خلال هذه الزيارات، من خلال التنسيق، من خلال المناورات مع إسرائيل في مسألة توجيه الضربة، ولكن الديبارتمنت أوف ستيت وهي وزارة الخارجية الأمريكية لا زالت هي المفضلة بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن. هو متمسك في مسألة الدبلوماسية ويريد حل الأمور من دون التوجه إلى الخيار الصعب ألا وهو توجيه ضربة، والخيار السهل الذي يريده طبعا هو العودة للاتفاقية النووية. وإن لم يتحقق هذا الأمر فإننا أمام ضربة للمفاعلات النووية، لن يكون هنالك خيارا ثالثا أبدا من خلال كل هذه التحركات وكل هذه الإعلانات طبعا التي نلاحظها. والأمور كلها متوقفة طبعا على مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. هذا الرجل سيكون هنالك طبعا اجتماعا مهما يوم غد في 6 مارس لمجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الرجل قام بزيارة مهمة مع التخصيب العالي بالنسبة لإيران، ذهب إلى إيران، التقى بمدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، التقى بوزير الخارجية الإيراني، التقى بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وصدر بيان مشترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبين إيران. وصدق أو لا تصدق، إيران متعاونة بشكل لا يصدق الآن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فهم على سبيل المثال واحدة من الأمور التي كشفت بأنهم قالوا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لدينا مشكلة، سنزيد عمليات التفتيش الخاصة بكم هنا في منشأة فوردو التي يتم فيها واكتشفتم فيها تخصيب اليورانيوم الذي وصل تقريبا إلى 84%، سنزيدها بنسبة 50%، نسبة عالية. وأيضا لن نتوقف إلى هذا الحد، وإنما سنقوم بعملية فتح الكاميرات بأكملها التي أغلقت عليكم، وطبعا في إشارة إلى منشأة نطنز النووية بعد عملية توبيخ جاءت العام الماضي من مجلس المحافظين لإيران بسبب طبعا خلاف بين الطرفين ومسألة الثلاثة مواقع التي وجدت فيها جزيئات اليورانيوم. وإيران لم تأتي بأي تفسير مقنع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى هذا الأساس قالوا بأننا الآن سنفتح لكم الكاميرات، لا مشكلة أبدا.
وليس هذا فحسب، بل إن المواقع الثلاثة التي تحدثنا عنها وهي التي وجدت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزيئات اليورانيوم سابقا والتي تعتبر واحدة من التحقيقات المتعثرة، الآن إيران قالت سنتعاون سنوفر لكم المعلومات أيتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سنوفر لكم كل شيء وما تريدونه من تفاصيل وسنتعاون وسنحل هذه المشكلة. وطبعا هذا يوضح بأن إيران بدأت تتعاون لأن الأمور قد وصلت إلى نقطة النار مع ارتفاع تخصيب اليورانيوم الذي تحدثنا عنه بنسبة 83.7%. إيران يبدو بأنها وعد تماما بأن هنالك ضربة قادمة سريعة من المناورات التي شهدناها طبعا من جينيبر أوك في يناير الماضي، مناورات كبيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حاكت وقامت بمحاكاة توجيه ضربة ضد المفاعلات النووية وكذلك سيناريو ردة الفعل التي ممكن أن تأتي من إيران مباشرة طبعا على إسرائيل بسبب هذه الضربة. وهم يعلمون بأن الولايات المتحدة الأمريكية غيرت استراتيجية العمليات العسكرية، هي لم تعد كالسابق كما فعلوا مع العراق مع النظام العراقي السابق أن تأتي حاملات الطائرات بهذا الشكل وتأتي القوات الأمريكية وتنتشر وبعدها تدخل لتسقط النظام، لا أبدا، هو انتشار سريع، ضربة مباشرة للمفاعلات وانسحاب، وإيران لا تمتلك ما يكفي للدفاع أو للدخول في مسألة مواجهة مثل هذه المواجهات وبدأت تدخل بهذا التعاون. المشكلة الكبيرة بالنسبة لإيران هي رافائيل غروسي بنفسه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الرجل رغم هذه الزيارة ورغم البيان الإيجابي ورغم التعاون إلا أنه بلا إجابات حول ما جرى في مسألة ارتفاع تخصيب اليورانيوم بنسبة 84% تقريبا، بل هنالك تفصيلا خطيرا نشر من دبلوماسي إلى الوول ستريت جورنال، وهو دبلوماسي كبير يوضح بالاعتقاد بأن إيران كانت تحاول تجريب كيف أنها ستقفز إلى 90%، وصلت للـ 84% وبعدها خفضت هذا الأمر، وهذا ما ذكرته الوول ستريت جورنال. وقالت ادعت إيران أن إنتاج المادة المخصبة بنسبة 84% كان حادثا عرضيا، لكن كبار الدبلوماسيين قالوا أنه كان يمكن أن يكون نتيجة لتجارب تهدف إلى تمهيد الطريق لإنتاج اليورانيوم المخصب على مستوى الأسلحة. وهنا يأتي الخطر الكبير من هذا الاعتقاد الواضح، خاصة القفزة بهذه النسبة الكبيرة من تخصيب 60% إلى 84%. أغلب الخبراء النوويين أكدوا بأن هذا الأمر لا يمكن أن يكون من تقلبات تخصيب اليورانيوم، والتفسير الإيراني غير مرضي عنه حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. طبعا الكونغرس الأمريكي بحسب إيران انترناشنال في لقاءات خاصة مستاء تماما من سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع إيران، لديهم استياء، وواحد من أهم الشخصيات المستاء من هذه السياسة هو باب منندز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو طبعا ديمقراطي، وكان قد ذكر هذه التفاصيل، قال لا أعرف ما الذي سيتطلبه الأمر لتفهم الإدارة الأمريكية بأن إيران لا تغير طرقها، على العكس فإنها تتضاعف، أي أنها تزداد، الآن تتعاون معك ولكن بعدها تغير الأمور. بل إن حتى الأوروبيين قد تغيروا في وضعهم بحسب ما كشفت أكسيوس في 48 ساعة الماضية من قبل وزير الخارجية الليثواني، قال بأن هنالك نوعا من الاقتناع الكامل بالنسبة للأوروبيين بأننا يجب أن نضع الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، ووضع الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب اعتبرته إيران خطا أحمرا، إن تم فلا للدبلوماسية وتنتهي الدبلوماسية وندخل في تصعيد آخر. طبعا الانزعاج من إيران ولا يأتي فقط من مسألة تخصيب اليورانيوم العالي وغيرها، بل ارتباطها أساسا في روسيا، فهم وجدوا بعد سنة من معاونة إيران لروسيا الآن قفزت هذه القفزة النووية الكبيرة، وكذلك والأكبر منها بأن إيران تواجه أوكرانيا أساسا بطائراتها المسيرة وبأسلحتها من خلال دعم روسيا، وروسيا تستخدم هذه الأسلحة، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لزيارة لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي كما تحدثنا للأردن ولمصر ولإسرائيل من أجنداته كما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية. كما تلاحظون هنا فإنها توضح بالتعاون، التعاون، وأن هذه واحدة من الأمور هو التعاون بين إيران وبين روسيا، والذي يعتبر واعتبروه بأن إيران تستخدم أسلحتها في قتل المدنيين الأوكرانيين بحسب وصف وزارة الدفاع الأمريكية. بالتالي هم ينظرون إلى الحرب الروسية الأوكرانية ودخول إيران فيها وانعكاسات هذا الأمر على المنطقة على المستوى النووي على سبيل المثال، أو حتى تطور الصواريخ البالستية أو حتى المسيرة طبعا، وذلك لأن لديهم معلومات قد نشرت من قبل الفورم بوليسي مؤخرا أكدت من خلال 5 مسؤولين طبعا أمريكيين
ومن حلف الناتو، قالوا تضاعف إيران الدعم العسكري لروسيا في سلسلة من الصفقات العسكرية الجديدة التي يمكن أن تطيل الحرب في أوكرانيا مقابل حصول طهران على مساعدة اقتصادية ودفاعية. بالتالي هي مسألة أساسية، لأن الغرب لديه مشكلة حقيقية في مسألة الحرب أساسا في شرق أوكرانيا وتحديدا في دانييتسك في أكبر المعارك اليوم التي تجري، وهي تحديدا في باخموت. لديهم مشكلة كبيرة للغاية، وبأن الروس فعلا يتقدمون بشكل مستمر في هذه المعركة. إذا ما لاحظتم هذه هي تشازف يار التي تقع تحت سيطرة القوات الأوكرانية، هنا باخموت طبعا، وهنا بوهدانيفكا التي تسيطر أيضا القوات الأوكرانية عليها، وهنا إيفانيفسكا طبعا. بالنسبة للقوات الروسية وتحديدا عندما نتحدث عن قوات فاغنر، فهي متواجدة في هذه المناطق، هي مسيطرة على هذه النقاط كلها، ولديها تحرك كبير جدا حتى على ياغدنا وستابكي، لديها سيطرة واضحة جدا بالنسبة للقوات الروسية. الآن القوات الروسية التطور الخطير الذي يأتي بالنسبة لها، هي قد تقدمت وسيطرت على هذا الاتجاه بأكمله الذي يأتي طبعا إلى شرق باخموت كما تلاحظون، وهو زباخموتكا طبعا، وهنا يأتي نهر مهم للغاية قد وصلوا إلى ضفافه بالنسبة لقوات فاغنر، وهو باخموتكا، هذا النهر المهم للغاية وصلوا إلى ضفافه، الأمر الذي دفع القوات الأوكرانية مباشرة إلى توجيه ضربات إلى الجسور، تحديدا إلى جسر هنا يقع تقريبا على النهر، قاموا بضربه مباشرة لقطع الطريق على القوات الروسية ولكي لا تتقدم، أيضا وجهوا ضربة مباشرة إلى خروموف هنا وقطعوا الطريق المهم الذي كان متوفرا بالنسبة لهم للقوات الأوكرانية الذي يمتد طبعا بهذا الشكل. ولاحظوا هذا الطريق هو الذي يمتد طبعا من باخموت إلى تشازفيار، والذي كان متوقعا أن يستخدم لعملية الانسحاب، وهنالك طريق آخر أيضا يأتي بهذا الاتجاه الذي يؤدي في نهاية المطاف أيضا إلى تشازفيار كنقطة انسحاب. وبالتالي القوات الروسية يجب أن ننتبه بأنها موجودة بقوة في هذه المناطق، هي موجودة على هذا الطريق، موجودة في المقبرة هنا، سيطرت على ستابكي كما تحدثنا، وأصبحت تشكل خطرا على المنطقة الصناعية هنا، وتقدمت إلى ضفاف هذا النهر. والقوات الأوكرانية هنا طبعا، أيضا القوات الروسية يجب أن ننتبه بأنها قد تقدمت بهذا الاتجاه وأصبحت تهدد بوهدانيفكا وكذلك خروموف، أي تقريبا بهذا الاتجاه بالنسبة للسيطرة الخاصة بها. والقوات الأوكرانية لا زالت صامدة في هذه المنطقة، لديها خط دفاعي قد شكلت في بوهدانيفكا هنا، ولديها خط دفاعي آخر أيضا قد شكلته مؤخرا في تشازفيار، في نظرة بأن الأوكرانيين يهيئون إلى شيء ما. ولكن الأوكرانيين الآن مع تدمير هذا الجسر يوضح لك، مع تعزيزات طبعا كبيرة قد جاءت إلى هذه المنطقة وإلى هذه النقطة من الأوكرانيين، بأننا نريد اتخاذ خط دفاعي من هذا النهر أولا، وإذا ما تعدت القوات الروسية لسبب ما هذا النهر وطبعا سيطرت مثلا على سبيل المثال المبنى الحكومي وكذلك محطة القطار الأولى في باخموت، فإن القوات الأوكرانية ستعود مرة ثانية وستقوم باتخاذ خط السكة الحديدية هناك خط دفاعي بالنسبة لها، على شرط أن لا يكون هنالك تقدما من القوات الروسية بشكل أكبر بهذا الاتجاه لتضييق الخناق. فالقوات الأوكرانية واضح جدا من تفجير الجسور، من تهيئة الخط الدفاعي الوسطي في بوهدانيفكا وتهيئة خط دفاعي في تشازفيار، هم يهيئون لسيناريو الانسحاب، هذا أمر أصبح واقعا بالنسبة لهم، وبأنهم بدأوا يتخذون هذا الطريق الذي ترونه، وهو ليس طريقا معبدا طبعا، مليء بالوحل طبعا، صعب جدا الانسحاب بالنسبة للأوكرانيين، ولكن لم يعد لهم طريقة لأنهم أغلقوا هذا الطريق بضرب الجسر الموجود في خروموف، وكذلك هذا الطريق لم يعد صالحا بالنسبة لهم بسبب أن هذا الطريق تحت السيطرة النارية من قبل القوات الروسية طبعا. بالتالي شيئا فشيئا تتقدم قوات فاغنر والقوات الروسية لإسقاط باخموت، وهي مسألة وقت حتى وروسيا تسيطر على هذه المنطقة، ولكن الأوكرانيين أيضا يريدون إسقاط أكبر عدد ممكن من الخسائر في قوات فاغنر والقوات الروسية. وقوات فاغنر لديهم مسألة مهمة هنا يجب أن ننتبه إليها، لأنهم مصرين على إعلان النصر، القائد المهم لقوات فاغنر وهو يفغيني، وهو طبعا القائد المهم جدا، ستلاحظونه الآن قائد قوات فاغنر، يلاحظه الآن قد ظهر في باخموت بهذا الشكل، وهو يفغيني بريغوشين طبعا ستلاحظونه وهو يظهر في باخموت، يقول المدينة محاصرة، أظهر بعض الأوكرانيين ويقولون اخرج المدنيين يا زيلينسكي، انسحب من المنطقة وارحم المدنيين الموجودين في هذه المنطقة. وبالتالي هذه لقطة مثيرة أخرى ليفغيني بريكوشن، وهو أهم القيادات، القائد الأعلى طبعا لفاغنر، والذي يتحدى بشكل كبير ويصور بشجاعة طبعا
اللقطات التي نلاحظها، وهي أيضا تفتح الباب لمعرفة هل هو فعلا في باخموت كما ظهر في السابق. وطبعا بالنسبة لهذا القائد المهم هنالك طريق يأتي بهذا الشكل، واضح جدا بأنهم في مرتفع، واضح جدا هذه حافة مرتفع وبأن كل شيء تحتهم طبعا، والمنطقة وواضح التي يقف عليها هي باللون البني واضحة جدا، وأيضا هنالك سكة حديدية كبيرة للغاية إلى الشمال من هذه الصورة، هذه علامة مهمة جدا بالنسبة لنا. إذن سنلاحظ أيضا لقطة أخرى قد ظهروا بها هؤلاء الذين طبعا ظهروا يعترفون من الأوكرانيين، اخرجوا المدنيين، هنالك معاناة، انسحب من باخموت وغيرها. واحدة من اللقطات المهمة جدا كما تلاحظون هذه السكة الحديدية هي هذا المبنى تحديدا الذي سقفه يأتي باللون الأزرق، عندما تقترب منه شكله طبعا مبنى طويل نوعا ما، وأيضا نلاحظ مع هذا المبنى الحقيقي الذي نلاحظه بهذا الشكل، وأيضا نحن أمام مبنى أبيض يأتي الشكل على ما يبدو بهذا الشكل، ليست واضحة في حقيقة الأمر ولكن هذا هو الشكل الذي أمامنا. وبالتالي إذا ما لاحظنا واحدة من اللقطات الأخيرة التي ظهر فيها طبعا بريكوشن بهذا الشكل، فقد ظهر في باخموت وبدأ يستعد هو وقواته بأنه يريد إعلان النصر في باخموت واقتربوا وغيرها. كانت هذه اللقطة التي تلاحظونها أيضا كشفت موقعه أساسا، وسبق وأن حددنا عملية توجهه إلى هذه المنطقة المرتفعة التي بالقمر الصناعي، وهذه هي باخموت، لنتجه مباشرة إلى هذا المرتفع الذي ترونه كان متطابقا تماما مع هذه النقطة بأنه قد دخل إلى هذه المنطقة المرتفعة. وبالتالي أين من الممكن أن يكون في ظل هذه الصورة التي يدعي فيها يفغيني بريكوشن قائد القوات طبعا قوات فاغنر، أين من الممكن أن يكون متواجدا وهو يقول بأنني في باخموت، بما أنه هو موجود هنا طبعا في السابق وهذه نقطة مهمة، وبما أن لا زالت المعارك مشتدة على نهر هذا النهر المهم جدا وهو باخموتكا، لا زالت المعارك كبيرة جدا هنا بعد ستابكي طبعا، وأيضا لا زالت المعارك كبيرة للغاية، وبالتالي وجوده هنا يرشح بأنه لا زال إلى شمال شرق البلد، وقد يكون أساسا إلى شمال باخموت وليس البلد، إلى شمال باخموت من الممكن. وهذا يرشح أن المنطقة الوحيدة الأمينة بالنسبة لقائد قوات فاغنر هي ستكون منطقة واحدة فقط لا غيرها من هذه النقاط، ألا وهي كاراسناغورا وباراسكوفيفكا، سبق أن سيطروا عليها طبعا وتقدموا كثيرا إلى هذه المنطقة، برخيفكا ياغودنا سيطرت عليها قوات فاغنر وتقدمت بهذا الاتجاه وأصبحت إلى خروموف قريبة للغاية من هذه المنطقة. بالتالي المنطقة الوحيدة الممكنة للرجل، وبما أن أيضا هنالك سكة حديدية تمتد من إيفانوفسك بهذا الاتجاه إلى باراسكوفيفكا وتدخل بهذا الشكل طبعا إلى باخموت، يعني بأن المنطقة المرشحة أن يكون هنا بهذا الاتجاه، أي أنه تحرك بهذه المنطقة. دعونا نتجه لنتأكد من هذا التحديد أو التحليل البسيط، لأن هو قائد مهم يجب أن يحافظوا على حياته، مسألة مقتله قد تعتبر مسألة خطيرة للغاية وضربة معنوية. وهنا طبعا كاراسناغورا، هنا باراسكوفيفكا، هذه هي محطة القطار الموجودة في هذه المنطقة أقرب نقطة. دعونا نلتف 180 درجة ولنجعل السكة الحديدية إلى شمالنا طبعا، وإذا ما اقتربنا إلى هذا المبنى الذي ترونه الآن فستلاحظون هو متطابق مع المبنى الأزرق الطويل أو بهذا الشكل مع المباني البيضاء التي كانت واضحة. وبالتالي يبدو بأننا وجدنا هذه النقطة، خاصة إذا ما اقتربنا من هذه الأرضية أو هذه النقطة التي تعتبر جزءا مهما من السكة الحديدية. وبالتالي هذا هو الطريق وهذا هو المبنى الذي ظهر لنا، وهذه هي السكة الحديدية، وهذا هو المنطقة المرتفعة بلونها المميز، ويوضح بأن يفغيني بريكوشين كان موجودا هنا والأوكرانيين الذين تحدث معه طبعا مباشرة وقالوا بأننا نريد الانسحاب كانوا موجودين هنا، وهذا يؤكد موقع قائد فاغنر فعلا بأنه موجود على أرضية المعركة، معارك طاحنة، معارك كبيرة، معارك خطيرة. فعندما نعود ونذهب إلى هذه المدينة مارنيكا على سبيل المثال الموجودة بالقرب من دانييتسك، لاحظ الحطام والدمار، هذا الدمار يشبه تماما دمار القنبلة الذرية عندما سقطت على هيروشيما في اليابان، لاحظ الدمار الكبير لهذه المعارك لكي تعرف تماما بأن هذه المعركة ليست معركة عادية، ولهذا السبب لها تأثيراتها على الشرق الأوسط. ولهذا الولايات المتحدة الأمريكية تنظر بجدية عندما تزور الشرق الأوسط إلى مسألة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها طبعا.